اوكي كتير منيح، هيك بنكون اتفقنا على البطاقات وارانجمونات الورد وحتى على البوفيه، مع انك تفضل اجمعك مع الشيف. فعلا الحق معك، بس انا هالكم يوم كتير مشغول، بس انا ممكن احاول انه. لا لا ما في داعي، لانه اصلا هنادي رح تهتم بكل هاي التفاصيل. اكيد خلص مو مشكله، طالما حضرتك مو فاضي معناته بيضل بس بدله العرس وبدله حضرتك. والله انا حابب انه تكون جوليا معنا، وهي اللي تنقي لي البدله. جوجو كتير شيك، وهي الوحيده اللي بتعرف شو بحب وشو بيلبق لي. على فكره انا كتير كتير حبيتها لجوجو، واضح انها بنت اموره وطيوبه بتعقد. ليك عن جد الله لا يفرق بيناتكم. امين. فعلا هي مثل ما عم تقولي. بالمناسبة أنا طالع بعد ساعة أجيب جوجو من المطار. دي موزيل هنادي، تطلعي معي؟ ومنه بنعمل موعد فورا مع جوجو. فورا، فكرة كتير حلوة. لا للأسف نحن عنا ضغط شغل كتير كبير، أنا بفضل إنه نعمل موعد بس ترتاح جوجو من السفر. أوكي اتفقنا. أنا بتمنى لك أن تنهي لي موضوع راغب علامي. ولا يهمك، اليوم استنى مني تليفون. أوكي أهلا وسهلا. طالما اتفقتوا تفضل معي أستاذ فارس. عن إذنك. الله معك. رانيا الله لا يخليني إذا بخليكي بهالمكتب. ألو مرحبا، كيفك رانيا؟ أنت بالمكتب؟ طيب هنادي معك؟ ايه كتير منيح، لازم شوفكم كتير كتير ضروري. لا لا بالبيت ما بقدر، ما بدي احكي قدام مايا. طيب اوكي، وين نلتقى؟ ايه كتير منيح. لا لا انا بحكي مع سميحة، يلا سكري باي باي. تكون بالبيت. الو كيفك سميحة؟ انت بالبيت؟ اهلا ميديا. تمام انت كيفك؟ عن جد؟ ايه بيجي. ايه طيب ماشي باي. انسى سميحة؟ قيصر؟ هيدي انت او مش انت؟ احتار لساني شو بيقول. لا هي انا. شو جاي تعمل بالجامعة؟ لا تقلي راجعة تكمل دراستك. لا 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 بأحلامك ولا بأوهامك، راح ارجع يوم وتلاقيني هون. لكن شو جاي تساوي؟ أنا رفيقي معكم هم كلية الحقوق، ورفيقي كتير هيك أنا وياه، دينته 5000 ليرة وما عاد بيّن. عن جد غريب الناس، غريب الدنيا دي، أحس الناس بتتغير علي. بتعرف كتير حلوة هاي الغنية. أنا غنية؟ مو مهم، بس أنا برأيي أحسن لك تروح تشوفه ببيته، ليش جاي تدور